قضية اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي الأصل الثاني لدين الإسلام، كما كان الأصل الأول توحيد الله عز وجل، توحيد المعبود لا إله إلا الله، فالأصل الثاني هو توحيد المتبوع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا يشمل اتباعه صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع، في الظاهر والباطن، ولا شك وأيضا في العقيدة والعمل والسلوك. فكل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي بيان للقرآن، والقرآن أصلا اتباعه هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والتزام ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من كذب القرآن لا يصح منه إيمان ولا عمل، لأنه لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو السر في قوله عز وجل: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من أبى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأبى شريعته فهو كافر، نعوذ بالله من ذلك. أو من استجاز أن يعمل بشريعة منسوخة ولم يعني يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو صدق بنبوته، لكن قال: لا تلزمنا شريعته، فضلا عن ما هو أعظم وهو أمر الاعتقاد. العقيدة أمر لازم، كما أن العمل أمر لازم. لذلك نقول قضية الاتباع هي في العقيدة والعمل، في الأصول بالاصطلاح يعني الذي يعني اصطلحوه وهو ما يعنون به مسائل الاعتقاد. وإن كان الصحيح أن يقال إن مسائل الأصول هي المسائل الكبرى المجمع عليها في الكتاب والسنة، سواء كانت في العقيدة أو العمل أو الأخلاق والسلوك، فإن مثلا من أعظم الأصول إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، رغم أنها عند مصطلح المتأخرين، أو يعني أقصد يعني الذين تكلموا أن مسائل الأصول مسائل الاعتقاد، يجعلونهم مسائل من الفروع. ولذلك قلنا أن الأصول أي العقائد على المصطلح، والفروع التي هي العمل، كلاهما واجب الاتباع. والواجب أن المسائل الكبرى في العقيدة والعمل هي مسائل الأصول، والمسائل التي لم يجمع عليها سواء كانت مسائل في العقيدة وهي نادرة، أو في المسائل العملية وهي الأكثر، فإن ذلك كله واجب الاتباع. لا يجوز لأحد بعد أن يعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخالفها أو أن يأبى اتباعها، سواء كانت في الأصول أو في الفروع. نقول أن الأصول التي هي أمور الاعتقاد والأمور المجمع عليها كذلك من أمور العمل، كلاهما واجب الاتباع. وإن كانت العقيدة أهم لأنها الإيمان، والإيمان مقدم بلا شك، وهو يشمل الإسلام. ولذلك كانت قضية البدع المخالفة للاعتقاد الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مثل البدع المتعلقة بالصفات أو المتعلقة بالقضاء والقدر كالجبرية والقدرية، وكالبدع المتعلقة بالصفات كالمشبهة الممثلة، وكذلك المعطلة النفاة والمؤولة لما لم يتأوله السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكذلك ما يتعلق بمسائل الإيمان والكفر، فهي من أخطر المسائل التي وقع فيها الانحراف. وكذلك البدع المتعلقة بالصحابة رضي الله عنهم وآل البيت، فالخوارج في مسائل الإيمان والكفر ومثلهم المعتزلة والرافضة الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلامهم وإيمانهم، خاصة الخلفاء الثلاثة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، بل ويكفرون الصحابة
فهم شر أهل البدع. ولذلك نقول أن الواجب على المسلم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من بيان أمور الاعتقاد وكذلك العمل، مع أن العقيدة أوجب وأهم والبدع فيها مضلة، لكن العمل له أهميته الكبرى، لأنه الذي يظهر للناس وبه يعرف التزام الشخص بالسنة، وكذلك قضية الظاهر والباطن. فإن الواجب على المسلم أن يكون باطنه في قلبه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما بين لنا الكتاب وبينت لنا السنة الشريفة. أمور الأعمال القلبية الواجبة وكذلك الأمراض القلبية المحرمة التي قد يكون قدر ذرة من واحد منها كالكبر مثلا مانعا من دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الغرض المقصود أن الباطن من صلاح القلب من عدم يعني وجود الأمراض القلبية كالحسد والغل والكبر والعجب والرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة، وكلها في الأصل أمراض قلبية، وكذا العجز والكسل، فإنها أمراض ضعف الإرادة والعزيمة على طاعة الله عز وجل، والشرك والشك والكفر والفسوق والفقر، الفقر الافتقار لغير الله عز وجل، والجبن والبخل، كلها أخلاق وصفات مبنية على أعمال قلبية. فيجب الإنسان أن يتخلى عن ذلك وأن يتحلى بما وجب على كل مكلف من الحب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأن يبغض الكفر والكافرين، ولا بد وأن يخاف يخاف الله وحده ولا يخاف غير الله، وأن يرجو الله وحده وأن يرغب فيما عند الله وحده ولا يعمل لغيره سبحانه وتعالى، وكذلك أن يتوكل على الله ولا يتوكل على غيره، وكذلك أن يصبر لله عز وجل لا لغيره، وكذلك يكون في قلبه كمال الافتقار إلى الله وحده لا شريك له، لا أن يفتقر إلى الخلق، وكذلك الشكر لنعمته، وإذا شكر غيره فعلى أنه سبب ووسيلة لا أنه مصدر للنعم. فالله عز وجل الذي ما بنا من نعمة فمنه عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. وكذلك الإخلاص، أن يعمل لله سبحانه وتعالى يريد وجهه لا يريد عرضا من الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، نعوذ بالله من إرادة الدنيا. وهكذا، وهذا هو أساس العبودية لله: الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والإخبات والطمأنينة بذكر الله عز وجل. وكذلك في الأمور الظاهرة، وهذا أمر عظيم الأهمية أيضا، كما أن الأمور الباطنة هي أعظم الأمور، ولكن الأمور الظاهرة التي منها مثلا الصلاة، فإن فيها صلاة الجماعة، ولا يجوز للرجل البالغ العاقل غير المريض أن يترك صلاة الجماعة. نقول إن هذا أمر المهم الباطن وليس المهم الظاهر، نقول كذب من قال ذلك، وهذا واجب من الواجبات،
وكذا أداء الزكاة وكذا الحج، فلا بد أن يذهب في موسم الحج في أشهر الحج وأن يحج مع الناس، ولا بد وأن يطوف بالبيت مع الناس ويراه الناس، ولا بد وأن يكون في يوم عرفة مع الناس. مش هيقدر يقول ده أمر مش ما يعني مش مهم لأنه ظاهر. وكذا المعاملات، فأنت تلتزم بفعل الحلال وترك الحرام، يعني الربا وترك والرشوة لابد أن تترك، ما يقولش دي أمور الظاهر اللي ماليش دعوة بيها. وكذلك في ما يلزم من شكل الإنسان، يعني على سبيل المثال ستر العورة هو من الواجبات، وكشف العورة من المحرمات، بل الظاهر أنه من الكبائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ولذلك يعني هذه المسألة العظيمة، مسألة الظاهر، هي أكثر ما يزعج الأعداء، ويهتمون جدا بمحاربة الظاهر، لأنها في الحقيقة عبارة عن الضوء الذي يجمع الناس عليه. الناس لما بتلاقي، أضرب مثالين وكلاهما في غاية المتابعة، قلنا أعظم الأشياء الظاهرة الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات كذلك. وكذلك من الأمور الظاهرة، أضرب مثالين، اللحية. هم إيه اللي مزعلهم في اللحية؟ إن الناس كتيرة تبقى ملتحية، وبالتالي نجد عنصرية شديدة في بلاد الكفر، وصار موجودا في بلاد المسلمين، تمييز ضد من التحى.